نحط سبركان الانتصار. كنا عارفين بأننا غيبحثوا على ردة فعل خاصة بعد النتائج الأخيرة البطولة. حنا بطبيعة الحال جينا بغينا على الأقل نرجعوا بنقطة، ما توفقناش، ولكن ما يمكن نلوموا إلا أنفسنا، لأن هدينا هدف لنهضة بركان في نهاية الشوط الأول. بطبيعة الحال ممكن مع نهاية الشوط كان نقص التركيز، ولكن تنظن بأن الشوط الثاني سيطرنا عليه كامل، ما كناش محظوظين، ما كناش فعالين أمام المرمى بحال المباراة السابقة، وهذا شيء تأرقنا. قمنا بتغييرات ما عطاتناش إضافة كبيرة، بطبيعة الحال كان خلينا مساحات كان ممكن تسجل لنا هدف ثاني، ولكن بن عبيد تألق في التصدي ليه. تنظن بأن المباراة النتيجة ديالها بطبيعة الحال ما تسعدناش، ولكن أنا جد مرتاح للشوط الثاني اللي قدمنا، لأن سيطرنا على فريق نهضة بركان في الملعب ديالو. نتمنى إن شاء الله أننا في المباراة الثلاثة اللي غنجريو في الملعب ديالنا نكونوا أفضل إن شاء الله. هذه نهضة بركان يعني أن تنعرفوا اللعبو، مش ما تنعرفوش اللعبو، يعني ما كاينش كاين تجانس، يعني ما كاينش، انت قلتي ما كاينش تجانس، قلتي بان ما عندناش هداف، عندنا الهداف في البطوله ربما، وبالتالي في مباراه ممكن تفتقد النجاح، راه انتصرنا في المباراه السابقه على الرجاء بثلاثه الاهداف، وبالتالي هادشي اللي تقول غريب، انا ما فهمتش زعما المركز الثالث رغم الهزيمه ديالنا اليوم. حنا في المركز الثالث ومازال عندنا مباريات في الملعب ديالنا، ان شاء الله غادي نلعبوا على هذا المركز الثالث، لان الطموح ديالنا هو ان نرجعوا المنافسات القاريه. ثم انا بغيت نشير ان اليوم ممكن كان عتاب على التوقيت على الوقت الاضافي، لان تنشوفوا بان ممكن كان اكثر من 4 ديال الدقائق، لان غير التغييرات اخذت وقت كثير، واللاعبين ديال نهضه بركان فما ضيعوا وقت كثير، لان توقفت المباراه في اكثر من مره. تنظن بان لازم اننا من خلال هاد الشيء اللي تنتكلموا فيه على التحكيم، انا كمدرب ممكن الحكم يحسب لي 10 ديال الدقائق، ولكن راه الايقاع راه ما تيتوقف، يعني تنكونوا تلعبوا تيوقف الايقاع واحد الدقيقه وعاودوا تنلعبوا، ماشي نفس الشيء. وبالتالي لازم ان الحكام يكونوا صارمين، لان ما يمكنش لاعب يطيح ثلاثه المرات ولا اربعه وما ياخذ حتى انذار، وما يمكنش تضاف 4 ديال الدقائق. ما تنعاتبوش الحكم، ما تنقولوش بان الحكم ضيعنا، ان اليوم حنا اللي كنا سبب في هذه النتيجه، ولكن تنظن بان لازم اعاده النظر في مجموعه ديال الاشياء. التوقيت شفنا في مباريات كاس العالم الاخيره تزيدوا حتى 7 دقائق حتى 11 دقيقه، لان كاين توقفات. ثم ان الايقاع ملي تيبقى يتكسر شحال من مره ما يمكنش نلعبوا الكره. حنا راضين بالهزيمه لان درنا خطا وادينا عليه، ولكن انا راضي على الشوط الثاني ديال اللاعبين. شكرا.